FM. الكلمة ليك. مرحبا بك للا منورتنا سميح محمد من الفنانات التوانسة اللي قاعدين يخدموا في خدمة حلوة. دونك انت متخرجة من المعهد العالي للموسيقى امورك سانك سانك حكينا في الاف بديت الموسيقى بديت الموسيقى قبل ما تختار باش تقرا موسيقى خدمت على روحك عملت تورنيات حلوين هذا كل باش نحكيوا عليه باش نبربشوها كي بشويه بشويه باش نفهموا كيفاش بديت شنو عملت وما عملتش لعل يكونوا عنا شكون يسمع فينا مغرومين بالموسيقى ان شاء الله تشجعهم مش تحطهم لا انا نشجعهم على الاخر مالغري تو لازمهم ديما يغنيوا وديما يتلهوا برواحهم اذا يعرفوا رواحهم يحبوا يغنيوا ولا عندهم فوالا دوي معناها سيرتو يمنوا يمنوا برواحهم يمنوا برواحهم سي تري امبورتون شكون قال لك ملي انت صغيره صوتك حلو شكون الاول؟ شكون الاول نورمالمون بابا على حسب ما نذكر معناها بابا خاطر هو مغروم بطبيعته يغني اما معناها ديما يندم يقول لي والله خساره انا ما لقيتش بابا ما حب ما خلانيش نقرا موسيقى ولا ما خلانيش نغني ولا يبدا يتحسر يقول لي والله صح عليك معناها يبدا معناها هو كان يحب يعمل موسيقى الوالد حتى التوا بابا حتى التوا معناها كان يلقى بدا يدخل يقرا موسيقى حابك انت تعمل موسيقى والله حاجه حلوه برشا باي دونك بديت ملي انت صغيره بديت في الكورال هكا كورال البحيره اي وديجا معناها كنا نعملوا في الفازيد في ليكول معناها دي كلوب تاع موسيقى صافا معناها قفنا مع بعضنا على الاخر قفنا وخديناهم جوائز الفازيد هذوك المهرجان يبدا الجهه وين بعض الاقليمي وين بعض الوطني مهمه برشا تحيه بربي تحيه للاستاذي المعلم سي نبيل مقدم نوجه له تحيه كبيره برشا مالغري اللي انا عندي برشا معناها ما قبلتوش وما حكيتش معاه اما بربي نوجه له تحيه كبيره برشا نحيوه بالمناسبه دونك من الحاجات هذيك ماش بديت في دار ثقافه مثلا بعد الكورال ايه عملناهم بالطبيعه دار الثقافه والرشيديه اكيد عملناهم عملنا برشا في الرشيديه الحمد لله مش ناس الكل تمشي للرشيديه لا مش ناس الكل معناها الله يرحمه سي زهير بالهاني معناها انسان مؤطر من درجة أولى بالحق معناها أنا نفتخر لي أنا دخلت في حضوره هو للرشيدية وعملنا معاهم حفلات وتورنيات معناها مهرجان البلدي العبد اللي معناها برشا حاجات فوالا نحن من بعد باش نحكيو على المهرجانات والمشاركات الدولية مصر الجزائر لبنان المغرب وغيرهم بعد بنسمعوا لك حاجة الزين اللي عطاك الأغنية هذية هي كوفر روبريز ياسر حلوة كوفر فو بربي نحي من الكوفر فو اي تنقولوا عن بعد بالحق نحي يا اخي بالحق هي كوفر حلوة ربريز توزيع مروان الزيدي اللي وجه له تحية كبيرة ان شاء الله بالتوفيق المروان زيدا انسان حلو برشا موزيكا طيارة على الاخر موزع شاب وحلو ان شاء الله يلقى حظه وفرصته وكوفر حلوة ان شاء الله يعني برشا اللي في الدومين هذية جملة معنى جملة على فكرة عندي كارت بروفيسيونيل موجودين لا عندي كارت بروفيسيونيل لا وليت حاجة مهمة برشا معناها من الباب تدخل عندك كارت بروفيسيونيل معناها بالحق تضحك الحكاية على الاخر هي ماهيش هي تضحك انا على فكرة اصحاب برشا انا مقدر سيلي وفنان قدير على الاخر ونحترمه ونحبه ومعناها نحكي ككوتي فنان اما حب يعمل حاجة ضحك نحكي ارتست اما نقابي فنانين انا نحكي ارتست نقابي خليها معناها الحكاية كيفاش بعيدة شوية ما نعرفش معناها ما نحبش تهمك نقابة الفنانين مثلا موجودة انا عندي كارت بروفيسيونيل قبل ما يكون مقدد سهيلي معناها في النقابة أصل معناها قبل حتى ما تصير الثورة ديجا عندي أنا الكارت بروفيسيونيل قبل ما تصير الثورة ما عملت لي حتى شيء النقابة بغيمو معناها ما عندي حتى شيء ما عملت لي حتى شيء ومانيش مستنية أصلا مش تعمل حاجة من النقابة سيبو معناها ما حاشيش باش تعملي حتى شيء نقابه خاطر حكيت فارغين معناها وعندي بطاقه انخراط وذوك من الكل ما عندي حتى ما نفهمش قول انت عطيت ما خديت شيء ما حاشيش باش ناخذ خاطر يتسمى سلكت انا كان ما معناها ما عملوا لي حتى شيء شكرا للمخرجنا فاهم ساعه من غادي قال الا ما فهمت انا حكيت حتى انا ما فهمتش نورمال ما دام نحكيهم رجلين امورنا واضحه يسمعوا فينا جاونا به دونك مشيت عملت معهد العالي للموسيقى وهذايا ما نعرفش ديسيزيون مش اي واحد يا خو خاطر برشا يعملوا موسيقى وصحابي انا
حتى العمناول معناها الباك نتاعو عمره 5 ويحب موسيقى ويتنفس موسيقى. صحيح. كي نمشي شنو باش تقلي يقول لك لا خويا نمشي نعمل انا ميكانيك، نمشي نعمل انفورماتيك، يخمم في المستقبل نعمل ريزو. ايه. على خاطر الموسيقى مع الاسف معناها في تونس مش ديما تصدف الحكايه وما تعيش، ما تحلش دار، ما توكلش خبز. صحيح. بوم في بلدان اخرين نجم نشكر بابا بالمناسبه، انا فما مره قال لي الفن ما يوكلش خبز، بابا نخدم في الفن وناكل في البانين الحمد لله الحمد لله. لا في تونس مش كيستيون حكايه ما يوكلش خبز، فما عائلات برشا عائلات عايشين من الفن وعايشين من الموسيقى ومن الغناء ومن العزف، لكن المشكله اللي يخليوك ما عادش موتيفي. معناها انا طويكة مثلا نقولوا عندي 4 سنين مثلا نخدم في الليل ولا نخدم في معناها توحشت سماح اللي شيخه بالحكايه نتاع عندي الموتيفاسيون وكل الفازاتك اللي تحب وتغني دي تجرب هذه تعمل هذه كذا. اما فما حاجات تتنحى منك، تتنحى منك بال كيما شنو كل مثلا الكرياتيفيتي والحاجات هذوك مثلا باش تحس روحك اللي انت موتيفي على الاخر على خاطر في الليل تولي تغني تحت الطلب. انا لا ماهيش تحت الطلب، بالعكس معناها تغني مرتاح وعندك ناس تجي تسمعك. والله نجم نقول حتى عندي ناس تجي معناها بالذمه مش تسمع موزيكتك انت فوالا. دونك قبل البيب كنا نحكيو على تعرف نسيت كنا نحكيو على الموزيكا ونحكيو على بيسيو نحكيو على الموزيكا كنا نحكيو على الموتيفاسيون وعلى النقابه وعلى على النقابه مخرج الحصة عطاني زينو. كنا نحكيو على الموتيفاسيون، على الفرق بين كي تبدا من الاول شيخ بالخدمة نافح عامل جو تلوش تبدا تحاول تعمل حاجة حلوة وقت اللي تولي ممارسة تقريب كل يوم هكا ولا في جو يبعد شوية على الجو الاولاني بالكل. معناها تولي خدمة كي تولي خدمة كيح الهواء تسترزق منها خدمة باش تنجم تعمل الحاجة الموزيكا اللي انت تحب. هو بين ظفرين مش اي واحد ينجم يخدم في الليل في الاسباس هذوما بالحق، معناها من اصعب الحاجات. فما فنانين ناجحين كبار ديفيدات ومش مقبولين في صحيح في الجو وحكينا هذي. ديجا في الحكاية كنا حكينا فيه في الاف فنانين كبار بساميهم بغنياتهم بدرا شنيه لكن ما يقبلوهمش على خاطر الجو يجيونا يعني حتى من برا معنا يجيونا حتى دي زيترونجي هي تونس مارشا مارشي كبير برشا في البراينيه مالوغوزمون معنا وبربي والله بالحق معنا حاجه مقلقه من على الاخر اللي هو مارشي للناس البراينيه نقولها معنا ونتحمل مسؤوليتي الكامله. اي ساعات وجوش يكون برا مش كان معروف كان دي راديو ولا كان معناها تلفز فهمت معناها بالنسبه لي انا يتعدوا معايا كنت ونسى مش ما عنديش مشكله معناها برافو يعطيك الصحه وحق وبربي بالحق انت نشكرك بالحق مش في وجهك ولا خاطر انا موجوده في كابا فيم ولا خاطر في دبي ليش دخل دبي لا اما بالحق معناها عطيتوني فرصه وفما حتى اذاعات اخرين عطتني فرصه وتلقى اذاعات اخرين مع احترامي لهم وهم احرار معناها في اختياراتهم معناها بالحق تحس كاينك شنو هو معناها شنو فما شنو هذا الكل معناها جمله فما ناس حتى اصلا ما حكيتش معاهم جمله ما طرقتش ما دقيتش عليهم الباب باش نقول لهم عديوني كيكة خليني كيكة ونهار اللي تو نخدم ونعمل حاجة بالقدا تضرب فهمتني تو ربي سهل على خاطر فما شكون يخدم كان على الغنية الضاربة والحاجات اللي تضرب ولا لا أنا فما أنيماتور نوجه له تحية هو تو يعرف روحه نحكي معاه مرة ومعروف بالقدا معناه وعنده حصة ياسر معروفة في قناة ياسر معروفة نحكي مع بعضنا ونوجه له تحية وصحاب على الاخر نحن اما مش مشكل معناه سامح شنو قالك في الفوضى الخلاقة معناه فوضى ما شاء الله معناه ما شاء الله تحية المخرج تحية المخرج جونا في كابا فيه ما نحبوش نبداو نكمل لك الفازة اللي قال لي شني باش تزيدني انت بلوس في البروجرام نتاعي مالغري اللي انت محليك وصوتك حلو وكل شيء اما معناه ما عندكش حاجة ضاربة هبلي لازمني نعمل هكاك معناها نرجع على البوز تنبوس ولا تحكيت البوز نشوفك كيفاش نعملوا بوز انا وانت تويك نعملوا البوز اي نشوفك كيفاش نخلقوا بوز تحب نحكي ومخرجنا شنو اعطانا على الكرام اي ما يسالش باهي الفاز عجبتني خاطر فما برشا برامج بالحق بالنسبه لي شنو باش يعمل بيا الشيء هذاك انا الرام اي ما انت كيفاش هو كيفاش فنان ارتيست ولا كيفاش باش يعمل البوز وانت ما عطيتوش فرصه كيما بالضبط كي يعملوا ريكريت ما يطلبوا الخبره عرفتوا مازال ما خدمش مش لازم الخبره مش انا بركه فما برشا ليست نتاع فنانين صاحباتي واصحابي
معناها فنانين بروفيسيونيل ما عندهمش حتى ادنى مشاركه. سامح مش رمي ورود، انا في كاب خديت فرصه باهي يعرفوا الاولاد خديت فرصه وما نهارتها قررت باش نكون مش انا نعطي فرصه، نحب مش نعطي فرصه، فما شكون يجي بالحق عنده ما يقدم عنده انت ناجح وربي يعطيك حاجه وساعات يكون ليه. مش المستوى اللي حاشنا به صحيح، لكن ما يسالش خليه يجي من غادي كنجم يتشجع برشا جاوا وعملوا دي تغني باهين وغيره كيما برشا لا، لكن ما يسالش خليه يجي يجرب ويشوف ودايرهم يشجعوه اصحابه يزيدوا يشجعوه يزيد يقدم وغيره باهي. دونك انت تبارك الله عملت دورات باهين في المهرجانات كوسوا في تونس والا البر، حاجه حلوه برشا. كيفاش كيفاش فرص جاتني معناها عباد كلموني هما وحدهم كيفاش 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 هاك نقول كيفاش معناها كيفاش قول على خاطر ما زلنا في السنجل الاول فهمت اي ما زلنا في السنجل الاول، اما انت تعديت ستيب اللي هي اكس فاكتور تستفزيني بقى لا لا اما انت تعديت ستيب اللي هي بروجرام تاع اكس فاكتور اللي واش بعد في بيني لا لا ما بروجرام اكس فاكتور اول بروجرام شاركت فيه غلطني غلطوني 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 قالوا لي اكس فاكتور جيم بعد لي تورني لا فما دي تورني دي تورني صارت وانا صغيره معناها مش دي تورني نتاع معناها دي تورني وانا في كورال مع مع كورال معناها نغني ونخرج نغني وحدي مع الكورال فما ذوما دي تورني صارت فصارت دي تورني مع فرق اللي هما جروبيت معناها حاجه معناها ثقافيه كوا ماهيش شكل لي تورني باش نقول تورني مشيت انا غنيت في مهرجان جرش وحدي مثلا لا اما دي تورني الحمد لله جو سوي فيغ بيهم والجو هذاك اكس فاكتور نحكيو على التجربه هذايا اكس فاكتور اللي تعمل شهرة بشهرين شهرين ونص شهرة جوتابل معناها فما شكون ينجم يطورها ماهيش جوتابل لا ماهيش جوتابل هو فما كلامي فما شكون ينجم الشهرين هذوكم يعمل حاجات يستغلهم بالكدا بالكدا ويعمل اسم ويعمل كارير حتى لو كان ما يخش البخيلو سي فغي كيما برشا سي فغي تونس ما نسميهمش فما شكون يوصل يعمل حاجات كبيره غاديكا صحيح من بعد شويه بشويه بشويه تطفى الحكايه صحيح هو غيان كو لي بروغرام هذوما غيان كو باش تربح منهم ناس تعرفك با بلوس معناها انا بالنسبه لي انا ما نعرفش معناها حتى اللي تخرجوا في الفنانين اللي هم حتى من ستار اكاديمي القدم معناها كيما الفنانين نعرفوهم نحن في تونس معناها براتيك ما عملوش برشا برشا على لي بروغرام فهمت معناها من غاديك يعرفوك لي بروديكتور المانجر ربحت علاقات ربحت ناس تعرفني في برشا بلدان دي فان ربحت اكسبيريونس طياره على الاخر مالغري اللي انا ما ربحتش سبيسيال شويه وقت اول ما خرجت فوالا هذاك علاش شد الناس اللي انا عندي اسباس تعديت فيه ماهوش كيما لعبت الكل معناها عملت الاكسبسيون المشكله في الجوري فوالا عملت الاكسبسيون معناها الناس الكل قعدوا نساوي الناس هذوك ما اللي تعداو يغني ويقبلوهم اربعه ويدوروا لهم ولا ليه معناها ما يقبلوهمش فهمت انا لا عملت ليه شكون التونسية اللي عملت جدل في اللجنه فوالا هذيك الفازه مش انت اللي هبط لك وائل الكفوري وهبطت لك اليسا وقالت لك امان وارجع مش عارف شنو ونحب عليك فهمت معناها الناس الكل قاعد تحكي على الحكايه هذيا فهمت ديجا بعد ما نجمتش حتى نهبط من لبنان قعدت بريود معناها في لبنان. في لبنان من جره اكس فاكتور وعلاش رجعت علاش رجعت علاش قعدت في لبنان السؤال العكسي علاش قعدت في لبنان خاطر كلموني دي برودكتور وكلموني مونجين والكل قالوا لي نحب فوالا نحب نتلاهو بيك نحب نعملوا لك غنيات والكل ما انا وقتها ما كانتش الفرصه تسمع خاطر عندي قرايه وقتها رجعت لتونس ما لقيتش فرصه معناها باش نرجع الا ما قعدت توا من لبنان ليه ما ندمتش خاطر كملت قرايتي انا معناها عملت توا اون كونتاكت معاهم مقدم برشا تحيه للمخرج الكبير والمبدع سليم ترك وسعيد المارو برشا مقدم لهم تحيه معناها يعطيهم الصحه اذا يسمعوا فينا على www.cabradio.in والله يسمعوا فينا خاطر كلمت قبيليك نحكي مع سليم ترك قال لي تنشوف كيفاش نسمعك على الانترنت باهي سينو يشوف من بعد الفيديو موجودين يلقاهم على الباج توت سويت والمخرج اكيد مخرجنا فاهم ما فهمتش بيه حاسيلو اليوم باهي دونك جديد في 2016 شو قالك صديم
خرجنا استهلك شنو اشياء ما حد يرجع على خير. 2016 الفوضى الخلاقه ستحاسبون غدا. ما يحاسبونوش ما فهميش. جديد في 2016 نبداوه بسنجل. جديد 2016 سنجل غنية خليجية كلمات وألحان المبدع سليم عبد الله بالتوفيق نوجه له تحية إن شاء الله. باش نحكي كان هذا الكل هذا هو باش نحكي علاش أول سنجل خليجي علاش أول سنجل خليجي هذا ماهوش أول سنجل خاطر ديجا عملت أنا أغنية أخرى بجو ثقافي معناه نتفكرك ساعات كلمة وألحان جميل شابي نوجه له تحية جو ثقافي ما هذه أغنية جو ثقافي معناها هذه ما تنجمش تغنيها في حفلة بار اكزومبل هذه حاجة كوميرسيال باش توصل للعباد الأخرى جو في مقام نكريز ليه بالحق نحكي معك معناها وفيها شوية حجاز كار وفازات ما تجيش متاع تخت متاع ناس كلي تسمع نتاع عرض ثقافي فريمون باش تعمل مسرح بلدي ولا رشيدية باش تجيك فوالا معناها باش تقول راني عندي برودوي ثقافي مهم برشا هذا واحد يعمل خدمته يكون عنده في الثقافي في الثقافي يقول لك عندي الحمد لله في الكوميرسيال عندي الحمد لله وديجا انا نتفكرك ساعات كنتش نقدم الدوسي نتاعي للمتسابقات نتاع الاغاني نتاع المهرجان هذاك نتاع المسابقات مهرجان الاغنيه مهرجان الاغنيه فوالا ما خلطتش ما نجمتش نكملها ليه مش فقت مخر ما نجمتش ما خلطتش نوافق ما نجمتش نوافق ما بين برشا حاجات ديجا كنت نحكي لك معناها نخدم ونقرا ونقري ساعات صغيرات معناها ما نجمتش نوافق ما بين برشا حاجات فوالا حاجه مهمه حكيت عليها انت اخترت باش تكمل في الغناء في الممارسه نقول انا ومش في التدريس ما نجمش نخلط ما تنجمش تخلط فريمون ما والاقرب لك كونه تغني نغني باش نوصل معناها نغني باش نحقق الحاجه اللي عملتها واللي انا موتيفي بها واللي انا حاربت عليها برشا حاجات انا متاكد انت باش تحقق ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بالله بالخدمه غدوه باش نشوفوك ان شاء الله في طالزه نوار غدوه عندنا موعد على قناه تينيفيزيون مع نزار الشعري نوجه له تحيه ونوجه لكل تحيه للستيب الكل نتاع ليكيب الكل يعطيهم صحة قاعدين نتبع ساعات نشوف اي عاطين فرصة زيادة بالحق ولا ما تصورش قداش نفرح انا نفرح زيادة كي نشوف برشا من صحابي اللي جاو كسوا صحابي مش قبل باساج بعد الباساج قاعدين يا خويا اعطيهم فرصة اعطيهم فرصة خليهم هي نجحت وإلا كان ما نجحوش ما يسالش هما بطبيعتهم تو يوليو يدوروا عليهم العبيد يقولوا عليهم اللي هما ما نجحوش مخرج ناويين سامحني يا مخرج المخرج قطع دونك قلت لك انا فرحان برشا اللي برشا اللي جاوا بحذنا من بعد مشاو كيما تونيفيزيون كيما برشا راديوات اخرين بالحق حاجه تفرحني واصحابي يبعثوا لي الفيديو في بالهم مش تغشش انا بالعكس هي حاجه تفرح على خاطر الربليك هذه تعملت الشيء هذاك باش من هنا يبدا من بعد ينطلق وحتى فرصه باش يعرفوا العباد باش يعرفوا الجمهور التونسي قبل ما يعرف معناه انا واحده من الناس بار اكزومبل عندي ناس تعرفني لبرا اكثر من تونس من تونس بالحق معناه وحاجه هما يقولوا لي العباد حاجه تفرح وانا ما تفرحنيش وقت اللي انا ناقف مثلا يجيني انسان يقول لي ما نعرفكش ولا انيماتور يقول لي سمحني ما نعرفكش معناه عندك حق ما تعرفنيش ما لوشتش ولا ما لقيتش فرصه ما لقيتش فرصه باش تعرفني مالغري اللي انا مثلا نمشيو مثلا دي ستوديو تاع ام بي سي ولا ناس مثلا في الامارات ولا في لبنان ولا في مصر يقولك انا نعرفك انت طفله غنيت في بروجرام هذايا ولا كنت نعرفك اللي انت تخدم في بلاصه هذايا ولا فهمت نسي يتناسى ماهوش نسي يتناسى يتعمد النسيان ولا. شكرا ليك سميح محمد في فتنا اليوم شكرا ليك انت شكرا ليك بحضنا شكرا ليك المخرج باش نخلي لك كلمه الختام باش نخرجوا باغنيه حلوه هذايا دونك قلنا الكلمات شكون والحان شكون مازال هي ريبريز للشاب عقيل غناها راي مازال ريبريز فوالا كنا مش سمعنا كنا باش ناخذوه في بالي السنجل نتاعك بون ان شاء الله نسمعوه مره لا تنعطيكم منه سكوب كاب اف ام
الكلمة ليك.